ما هي الغاية، الغاية من الخلق؟ خلقنا الله عز وجل لماذا؟ قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هادشي كامل اللي كتشوف خلقهم الله سبحانه وتعالى ليتذللوا له. خلقهم الله سبحانه وتعالى، خلق الخلق جل في علاه لينكسروا له ويذكروه ويسبحوه ويكثروا من ذكره. جميع الخلائق، أي واحد مخلوق تخلق فهو خلق لينكسر إلى مولاه سبحانه وتعالى. لذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. أنا الوحيد اللي خصهم يصرفوا العبادة ليا، وأنا الوحيد اللي خصهم يخافوا مني الله، وأنا الوحيد اللي خصهم يتذللوا ليا، وأنا الوحيد اللي خصهم ينكسروا ليا، وأنا الوحيد اللي خصهم يدعوني فقط، وأنا الوحيد اللي خصهم يوجهوا أي قربة من القربات ليا بوحدي، لأنني أنا الذي أدبر الأمر، وأنا الشافي أولا وآخرا، وأنا الرزاق أولا وآخرا، وأنا الحفيظ أولا وآخرا، وأنا المعطي المانع أولا وآخرا. فالله سبحانه وتعالى هو المجيب الذي يجيب المضطر أولا وآخرا. والناس المخلوقات كلهم عبيد، تحتاج إلى خالق، تحتاج إلى الله جل وعلا. فلذلك نحن أمرنا أن نتذلل له وحده. ليوحدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون. هذو الجن والإنس، حتى الجمادات، حتى الحيوانات، حتى الطيور، حتى الحشرات، هادشي كامل، كل شيء هادشي كيتذلل لله. قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل شيء كيسبح الله تعالى، وكل شيء كيصلي لله جل في علاه، كل شيء، ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء كيسبح لرب العالمين، كل شيء كيعظم الله عز وجل وكينزه من النقائص. سبحان الله معناه أنني كنزه الله عن كل نقص، وكنقول بأن الله هو ذو الكمال سبحانه وتعالى، الله جل في علاه. إذن أشنو بغنى الله تعالى من هذا الشيء كامل؟ لاش خلقنا؟ أشنو بغنى؟ ماذا يريد؟ يريدنا أن نكون عبيد لا، أن ننكسر لا.